السلام عليكم، شلونك؟ اهلا، شلون صحتك؟ شرفتونا، شو اخبارك؟ اهلا بقناه الدكتور عادل الرشيد. الغريري مسؤول الاعلام والعلاقات في الله جامعه يسلمكم، بغداد، حيرافقنا اليوم بهذه الجوله. اهلا وسهلا شو بكم، اخبارك؟ يا مرحبا، شلون شرفتونا صحتك؟ وشرفت اجلنا الجامعه. شرف. يا مرحبا دكتور، بدايه حدثني عن مخطط بناء جامعه بغداد، المخطط الاول. صراحه جامعه بغداد تبدا من هذا القوس الذي خلفنا، اللي هو يمثل رمز من رموز جامعه بغداد. نعم. واللي به تصميم يعبر عن انه العلم، الفتحه اللي موجوده في نهايه القوس، بانه نعم. العلم هو دائما، والعقل الانسان هو عقل متفتح. فصراحه نشأت جامعه بغداد بدات من عام 1943. نعم. عندما كلفت لجنه في ذاك الوقت لدراسه امكانيه انشاء جامعه في بغداد للملمة بعض الكليات التي هي في الأساس نعم. تأسست قبل تأسس جامعة بغداد، مثل كلية القانون، نعم. الحقوق سابقا، كلية التربية، كلية الهندسة، وكلية نعم. الطب، وكلية الصيدلة. كل هذه الكليات هي تأسست قبل أن تتأسس جامعة بغداد نعم. كجامعة. كانت كليات منفردة، وأيضا تأسست كليات أخرى في المحافظات، في نعم. الموصل وفي البصرة، وكانت النواة الأساسية لتأسيس الجامعات المستنصرية و جامعة البصرة وجامعة الموصل. طيب، من وضع الحجر الأساسي؟ وضع الحجر الأساسي لهذا الصرح العلمي الكبير عام في زمن الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم. نعم. والصورة التذكارية موجودة في متحف جامعة بغداد. نعم. تبين كيفية وضع الحجر الأساسي لبناء هذا الصرح العلمي. أما إنشاء الجامعة كجامعة، لا، كان في عام 56 صدر نعم. قانون ل جامعة بغداد. نعم. فتم الانطلاق عام 1957 بتأسيس جامعة بغداد كجامعة أولى في العراق وكصرع علمي في بغداد، من خلال اختيار هذا الموقع الجغرافي الذي هو عبارة عن شبه جزيرة تحيطه نهر دجلة من ثلاث اتجاهات، يتميز ببعده الجغرافي عن المدينة. ولكن هذه في أيام 57. اليوم جامعة بغداد تتوسط قلب مدينة بغداد، وهي واحة خضراء، والذي يدخل جامعة بغداد يرى ما يرى من حدائق، من مرافق خدمية، من معالم حضارية، من أجواء تهيئ للطلبة الراحة النفسية من أجل الإبداع والتقدم والتميز. وفعلا هذا ما تحقق من جامعة بغداد، لأنها خرجت الأجيال وخرجت العلماء وخرجت كثير من العلماء. رئاسة جامعة بغداد، مكتب رئيس الجامعة، ومكتب السيد المساعد الإداري والسيد المساعد العلمي، نعم. فضلاً عن كافة الأقسام الأخرى، الأقسام العلمية والأقسام الإدارية التي تعمل على تقديم الخدمات لتشكيلات الجامعة المتعددة في مجمعاتها الثلاث اللي موجودة منتشرة في العاصمة بغداد. نعم. هذا البرج طبعا مصمم، كان هو أعلى برج ولا يزال هو أعلى برج في العاصمة بغداد، يعتبر من المعالم الحضارية والقديمة في العاصمة بغداد. أنشئ هذا البرج كما قلت لك في عام 1957 في جنوب العاصمة بغداد، يقع في مكان يعتبر من أجمل الأماكن في العاصمة بغداد، وهو شبه جزيرة الجادرية كانت تسمى. طيب، ايش قد يبلغ ارتفاعه؟ تقريبا هو 20 طابق، ويضم القسم الشؤون الاداريه وقسم الشؤون العلميه وكذلك قسم الشؤون الهندسيه، فضلا عن قسم العلاقات الثقافيه. نعم. وقسم الاعلام والعلاقات العامه، وكذلك قسم الترقيات العلميه، وقسم القانونيه، وكذلك القسم المالي. نعم. الذي يعتبر من الأقسام المهمة والحيوية في الجامعة، قسم التدقيق والرقابة المالية للجامعة. الذي يميز جامعة بغداد صراحة هو أنها تأسست قبل أن تتأسس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فهي بمثابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما كانت في ذاك الوقت عندما أسست. والدليل على ذلك بأنه تم اختيار رئيس جامعة من قبل رئيس الوزراء أو رئيس نعم. الجمهورية في ذاك الوقت. تتحدث لنا عنه شوي؟ طبعا مع الصور. المتحف يضم كل مقتنيات وتاريخ جامعة بغداد من تاريخ النشأة ووضع حجر الأساس إلى يومنا هذا. نعم. يبدأ تأسيس جامعة بغداد طبعا من الصور الأرشيفية
اللجان التي عملت على إنشاء جامعة بغداد هنا يضع مبنى جامع ضمن أهم التصميمات العالمية في معرض الضيافة، فخر بها أمام أشهر علماء النهضة العمرانية في العالم. طبعاً المهندس المعماري الكبير العالمي الذي وضع التصاميم الأساسية لجامعة بغداد هو ولتر كروبس عام 1957. نعم. كان هذا هو، والآن شوفي هو يقف أمام القوس اللي موجود في بوابة. نعم. البرج هنا وضع الحجر الأساس لبناء جامعة بغداد الزعيم عبد الكريم قاسم في 17 تموز 59، كان موجود في وضع الحجر الأساس للأبنية لجامعة بغداد. هذه صورة القوس، وشوفوا شلون يعني جامعة بغداد وسط الواحة خضراء وبساتين تحيط من جميع الجهات. هذا البوابة الرئيسية للقوس لجامعة بغداد. هاي جامعة بغداد بال64 بعض الصور اللي ظهرت للبرج عند الإنشاء مالته. هذا شعار جامعة بغداد الآن اللي موجود، هو بدأ الشعار هذا بعدين تطور إلى هذا الشعار لجامعة بغداد، والآن الشعار اللي تحمله جامعة بغداد هو هذا الشعار اللي يحمل آية من الذكر الحكيم وقل ربي زدني علما. ينبعث النور من قبل القوس، وهنا أكو حكمة في فتحة القوس بأن العلم دائما هو مفتوح لا يمكن أن ينتهي أبدا هذا العلم. هنا طبعا رؤساء جامعة بغداد الذين توالوا على رئاسة جامعة بغداد، وكان أولهم رئيس جامعة بغداد الدكتور متي عقراوي من الفترة 57 إلى 58. بعدها تم تكليف الدكتور عبد الجبار عبد الله. نعم. برئاسة جامعة بغداد من 59 إلى 63. بعدها تولى الدكتور عبد العزيز الدوري رئاسة جامعة بغداد من عام 65 إلى عام 68، تولى رئاسة جامعة بغداد. بعدها جاء الدكتور جاسم محمد لتولي رئاسة جامعة بغداد من 68 إلى عام 70، وبعدها جاء الدكتور عبد اللطيف البدري من عام 70 إلى 71، وبعدها جاء الدكتور سعد الراوي من عام 71 إلى عام 74، وبعدها جاء الدكتور الدكتور طه إبراهيم من عام 74 إلى عام 77، وبعدها جاء الدكتور سلطان عبد القادر الشاوي، وبعدها الدكتور تايه النعيمي، وبعده جاء الدكتور عبد الإله يوسف الخشاب، وبعدها جاء الدكتور محمد عبد الله الراوي، وبعدها جاء الدكتور سامي المظفر، وكان وجاء بعده الدكتور سامي موسى الموسوي، والآن الدكتور علاء عبد الحسين عبد الرسول يشغل هذا المنصب من عام 2012 إلى يومنا. نعم، جامعة بغداد صراحة دأبت منذ عام 2004 على دخول التصنيفات العالمية. نعم. فبدأ العمل منذ عام 2007 بشكل حثيث على دخول تصنيفات العالمية، وكان أول دخول لجامعة بغداد هو تصنيف الكيو اس. نعم. هذا التصنيف العالمي الذي يهتم بالجامعات العالمية، فكان تسلسل جامعة بغداد 501. نعم. عالميا، وكان 13 عربيا والأول عراقيا في هذا التصنيف. أيضا أخيرا دخلت جامعة بغداد في ثاني تصنيف عالمي، هو تصنيف التايمز البريطاني لأفضل الجامعات العالمية، اللي شاركت بهذا التصنيف 1500 جامعة، تم قبول 1258 جامعة. احتلت جامعة بغداد الجامعة الأم، الجامعة الكبيرة والعريقة في بغداد، تسلسل 801 في هذا التصنيف، ويعتبر هذا الإنجاز إنجاز علمي عالمي كبير وحافز لكل الجامعات العراقية لدخول هذا التصنيف. وصراحة قمنا حفل برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسين عبد الرسول. نعم. بهذه المناسبة، وتم تكريم الجامعة، وتم تكريم الوزارة للدعم الذي قدمته للجامعة، وإن شاء الله جامعة بغداد عازمة بوضع خطة استراتيجية لدخول التصنيف العالمي، تصنيف شنغهاي الذي يعتبر هو التصنيف الأول عالميا، ولكن صراحة يحتاج هذا
التصنيف جهد كبير من قبل الأساتذة والباحثين. نعم. لأن اليوم التصنيفات العالمية تعتمد في الأساس على ما يقدمه البحث العلمي. نعم. فتصنيف التايمز البريطاني الأخير كان اعتماده الأساس على البحوث المنشورة عالميا، وكان لجامعة بغداد صراحة الرقم القياسي الكبير هو 7300 بحث منشور في مجلات عالمية والمستوعبات العالمية، فضلا عن درجة الاقتباسات من هذه البحوث الذي فاق نسبة 35% نسبة الاقتباسات، وكذلك المردود المالي لهذه البحوث والبراءات الاختراع التي تقدم من قبل الباحثين سواء كانوا أساتذة أو باحثين في مشاريع الماجستير أو الدكتوراه. فكان هذا الجهد طبعا جهد مضني وجهد كبير للفريق العمل اللي اشتغل في جامعة بغداد، وإن شاء الله يعني وهذا الفوز وهذا الدخول في التصنيفات العالمية هو فوز لكل العراقيين، لأن اليوم سمعة التعليم العالي في العراق يجب أن تأخذ صداها، والكل يعرف والمشاهد يعرف بأنه الجامعات العراقية كجامعة بغداد وجامعة الموصل وجامعة البصرة كانت من الجامعات وستبقى من الجامعات الرصينة التي كانت هدف ووجهت كثير من الطلبة العرب والأجانب والدول الإسلامية للدراسة في جامعة بغداد، وجامعة بغداد لديها باع طويل في هذا، وكثير خرجت الكثير من الزعماء والمثقفين والفنانين والعلماء في كافة الاختصاصات العلمية والثقافية والأدبية. كلمة أخيرة منك. إن شاء الله تبقى جامعة بغداد بأساتذتها وطلبتها ورئاستها وموظفيها، وبكم أنتم الإعلاميين الجنود المجهول التي تنقل الحقيقة وتنقل الصورة لهذا الواقع ولهذا الصرح العلمي الكبير الذي اليوم صراحة فرحنا كثيرا بزيارتكم إنا وتشريفكم لهذا الصرح العلمي الكبير. فإن شاء الله نعاهد الشعب العراقي ونعاهد كل الشرفاء في العراق أن تبقى جامعة بغداد النبراس والصرح العلمي الكبير الذي يقدم التضحيات من أجل رفع راية العلم ومن أجل رعاية أبنائنا الطلبة وإيصالهم إلى ما نصبوا إليه ليكون هذا المجتمع اليوم هو مجتمع علم وثقافة. وصراحة لا يمكن أن تبني بلدا إذا لم يكن هناك علم وصروع علمية، فجامعة بغداد هي صرع علمي كبير، إن شاء الله تبقى على نهجها وعلى أهدافها وعلى سيرتها لتقديم المزيد من الإبداعات ومن الإنجازات العلمية. شكراً جزيلاً لكم. شكراً لحضرتك اليوم، أنت شرفتنا اليوم. شرفتنا. واستفادينا هواية من هذه الجولة مع حضرتك. شرفتونا. شرفتونا. شكراً لقناة الرشيد على هذه الزيارة. شكراً.